يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا
غير ممكن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كل المؤمنين يغضون من أبصارهم ويغضوا فروجهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويغضن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فاذكروا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أرسلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.